السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي سؤال. أنا خطيبي شغال في شركة برمجة، مهندس برمجة. الشركة دي ليها عملاء كتير زي شركات أجهزة كهربائية وكده. بس من ضمن عملاء الشركة ديت بنك. بيشتغلوا بيعملوا موبايل ابلكيشن للبنك دوت. فهم في الشركه كانوا عرضوا على الخطيب ان هو يشتغل، يعني هيعمل حاجه في الابلكيشن للبنك ده، بس هو رفض. سؤالي، هل المرتب اللي هو بياخده هيبقى فيه جزء من فلوس البنك ده حتى لو نسبه بسيطه؟ عشان هم عملاء كتير، وده البنك ده عميل واحد من ضمن باقي العملاء. هل المرتب البنك عميل من العملاء، وإضافة إلى ذلك الجزء الربوي جزء من أعمال البنك. البنك له أعمال أخر، فعمل برمجة له بهذه الطريقة، عمل برمجة له جزء من يعني البنك كله جزء من العمل، ممكن يتصدق بصدقة خفيفة. بارك الله فيك واستمر في عملها. شكرا يا شيخ. الله يسلمك.